وهذا سائل يقول: لدي أخ أصغر مني لا يصلي متعمدا، وينام معي في غرفة واحدة، ويأكل معي في طاولة واحدة، فهل يجوز لي البقاء معه أم أطرده من البيت؟ وإذا مات تاركا للصلاة فهل يصلى عليه ويدفن مع المسلمين؟ إذا كان قد بلغ وكان عاقلا بالغا عاقلا ويتعمد ترك الصلاة فهذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، لكن عليكم بإلزامه بالصلاة، وليه يلزمه في الصلاة، صاحب البيت يلزمه بالصلاة ولو بالضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ولو بالضرب. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى صاحب البيت، على صاحب البيت إنه يلزم كل أهل البيت بالصلاة، ومن تركها فإنه يؤدبه ويضربه حتى يصلي. نعم.